وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو هذا بصحه جيده ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم طاجين ديال الدجاج بالخضره على الفاخر. وكيف كتشوفوا تابعوا معايا الطريقه ان شاء الله، تابعوا معايا المقادير وعلى طريقتي ان شاء الله. وكيف كتشوفوا بالنسبه للمقادير، عندي هنايا الدجاج، عندي الدجاج مع الكبده ديالو، وبالنسبه للخضره عندي زيت زيتون والبطاطا وبصله مشلضه وحده على الطريقه هذه، وخيزو قطعته بهذه الطريقه، والكراعه كذلك كراعه حسب الاختيار ديالكم. انا كتعجبني في الطاجين غادي نضيفها، والزيتون البلديه، زيت البلديه، زيت زيتون والعطريه. بالنسبه للعطريه عندي هنايا غير معلقه صغيره ديال الملحه والكمون والحرقوم، كلهم معلقه صغيره يعني غير ثلاثه التوابل. وبالنسبه للقزبر ومعدنوس تقريبا واحد شويه حسب الاختيار ديالكم. ودابا غادي تابعوا معايا الطريقه ديال الطاجين ان شاء الله. بسم الله. بالنسبه للزيت راه ما غاديش نضيف كاملها، يعني واخا درت نص ديال الكاس غادي نضيف غير شويه بحال هكا، يعني هذا هو لابار. بسم الله. ودابا غادي نضيف الدجاج. الدجاج ديجا فيه الماء كنقد، نبدا كما غادي نغلب على الزيت. كيف كتشوفوا الطاجين راه طيبتو غير بالزيت البلديه، راه ما ضفتش كاع لو سيور نهائيا. اليوم غادي نديرو داكشي طبيعي باش يعطينا المذاق اكثر. وبالنسبة للتوابل غادي نضيف التوابل ديالي. بسم الله. الفولية راه شدة التليفون بواحد اليد وخدامة بواحد اليد. غادي نضيف شوية من البصلة والكزبر ومعدنوس كيف كتشوفو. نعاود لكم واحد الريحه، عرفتي الماكله ديال الفخر احسن حاجه صراحه. ودابا غادي نخليه باش يتشحر واحد شويه من بعد ما نرجع لكم. ودابا بعد ما تشحر الطاجين ديالي انا غادي نطلع عليه نشوف واش تشحر مزيان. خاصني نخليه يتشحر مزيان، هذا هو الاساس ديال الطاجين. الدجاج ضروري خاصو يتشحر مزيان، عاد غنضيفو ليه الخضره، ندورو على هاد الجهه هادي. يعني هو بدا كيتقلى، دابا غادي نضيف هاد البصله اللي بقات بالطريقه هادي، ومن بعد غنخليه يتقلى مزيان، من بعد نرجع لكم باش نضيف ليه الخضره ديالو ان شاء الله. ودابا غادي نضرب الطليله على الطاجين ديالي باش نشوف واش تشحر مزيان. دابا تشحر مزيان، غادي نقلب هاد الرجيله على هاد الشيها. سمحوا لي راني شاده التليفون غير بواحد اليد وخدامه بواحد اليد، حيت ما لقيتش كيفاش ندير السيبور باش غادي نشد التليفون، معليش. دابا نرجع
ثاني هاد الشيء كذلك عفوا. صراحة واحد الريحة ما نعرفش ليكم كتشهي غير ما نركيش غير من ريحته هادشي نزلقا مطر. دابا غادي نصيف خيزو بسم الله على هاد الطريقة. من بعد غنضيف البطاطا حاجه غادي نديرها بحال هكا. والقرعه حسب اختيار ديالكم كيف ما قلت لكم القرعه غير حسب اختيار ماشي ضروري ديروها في الدجاج. انا صراحه كتعجبني بزاف انا خضره كلها كتعجبني كون حمق عليها. ودابا غادي نضيف الزيتون. هنا عندي الزيتون البلديه ديال الدار صايبتها غير في الدار صحيه وزوينه بزاف صراحه بنينه في المذاق. انا كنكثر الزيتون في الطاجين حيت كتعجبني بزاف خصوصا هي بلديه وديال الدار ماشي ديال السوق. ودابا غادي نضيف القزبر مع المعدنوس واحد الرشه فوق الطاجين واحد الرشه بحال هكا. كاين اللي ما كيعجبوش انا كنضيفو غير من الفوق ديال الطاجين حيت كاين اللي ما كيعجبوش صراحه انا كيعجبني. انا الخضره كلها كتعجبني الخضره كلها صحيه خصوصا الطاجين ديال الفخر الخضره ديالته كتعجبني بزاف حيت كيكون فيها واحد المذاق ماشي بحال ديال الكاس. وهذا هو الطاجين ديالي ودابا غادي نتسنى حتى يطيب ونرجع لكم ان شاء الله. كنتمنى ان الاعجاب ديالكم وراه ساهل. انا هذه الطريقه هذه باش كنصب الطاجين سواء ديال الدجاج ولا ديال اللحم اللحم ديال الغمي ولا البكري يعني اي لحم يعني الطاجين. الطريقه باش كنصب الطاجين ديالي هي هذه. وكنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وراه ساهله في التحضير وان شاء الله ملي غادي يطيب غادي نرجع لكم ان شاء الله. وهذه هي النهايه ديال الفيديو ديالي. غادي نطلع على الطاجين راه طاب البنات كيف كتشوفوا بسم الله. واو الريحه الله كيشهي سمحوا لي الا شهيتكم. كيف ما كتشوفوا راني ما ضفتش الماء ملي صبت الطاجين راه ما ضفتش الماء الخضره تلقات الماء وكاتب على خاطر. دابا راه طاب جربته بوس راه طاب. ودابا غادي نضيف شويه ديال الكمون من الفوق غنضيف ليه شويه ديال الكمون. انا كيعجبني الكمون ما كنضيفش انا الابزار ماني نضر ما كيعجبهمش الابزار كنضيف غير شويه ديال الكمون وصافي. وكنتمنى ان الاعجاب ديالكم وما تنساوش لي لايك البنات دعموني في القناه ديالي ولا عجبكم الطاجين جاوبوني في لي كومونتير في القناه ديالي ان شاء الله وبصحه جيده. كنتمنى انه يعجبكم والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.